هذا السائل عبد الجبار يقول: فضيلة الشيخ، السائل من المنطقة الغربية يقول: طالب العلم بأي الكتب يبدأ إذا أراد أن يطلب العلم الشرعي حفظكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة كما ورد في الحديث، ذلك لأنه لا يستقيم دين العبد إلا بالعلم النافع. وطلب العلم على قسمين، منه ما هو فرضه عين على كل مسلم، وهو معرفة ما تصح به عبادة الإنسان لربه عز وجل من عقيدته وصلاته وزكاته وصيامه وحجه، فهذا فرض على كل مسلم من ذكر وأنثى. والنوع الثاني فرض كفاية، وهو ما زاد عن أحكام العبادات كأحكام المعاملات والمواريث والأنكحة والطلاق والعدد والجنايات، فهذا فرض كفاية لا بد منه، لكن إذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن البقية وبقي في حقه بسنة من أفضل السنن. وطلب العلم إنما يكون على يد العلماء وليس على الكتب، الكتب إنما هي أدوات وآليات، لكن لا بد أن يكون طلب العلم على يد أهل العلم الموثوق بعلمهم وعقيدتهم ودينهم. فأنت تختار المعلم الصالح العالم بأمور العلم، تطلب العلم على يده وهو يختار لك الكتب التي تتلقاها على يده. نعم.